شيتي 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 صباح الخير ابو عبدو. حلو شيتي اهلان استاد عادل. اهلا اهلا حبيب القلب. ليك ابو عبدو كم إيه؟ انت ليش ما عم تسقي الزريعات ولو استاد عادل؟ عم كون مشغول كثير هاليومين. ليه خير؟ ما هلا عم تصير تبخبخ الدنيا بدها تشتم وما تشتم ضيعتنا. في هذا تبع السادس المهندس قال لي تغسل له السياره. جيت عم غسل له اياها بلشت تبخبخ. صرت اسال حالي شوف مغسلها بكملها ولا بشكل اياها هاي؟ انت بتجي بعملها زوم واحد. هلا مش الحال رجعت صحيت لهيك بدي اسالك. انا هلا بدي فل ابو نص ساعه صوب السوق. شو فينا بدا اذا بدك مني شيء ضروري قل لي هلا قبل ما فل. بدي اروح عندي مشوار عند هيدي اسمها شيرلي الاستيتيشيان. ايه استيتيشيان تبعيت هيدي الاستيتيشيان. عرفتها اسمها شيرلي عندك كلينيك. بتعرف وين شي كلينيكا؟ كلينيكا؟ كلينيكا قالت هي هون بتاني شارع بس مش عم بعرف عنها. شو بدك تروح تعمل؟ بدي ظبط عندي هول هيدي اللي عندي طلعت لي هونيك حبه. هاي لك بلا حبه لك عم تنكش. ايه هاي كبيره. كبيره عم تنكش. يا هاي غير جديده. هيدي جديده غير هولي. مبروك. ايه شيء هلا هدوليك هو حب الشباب بس هيدي طلعت لي عم تنكش تنكش. بدي اروح بشيل لي اياها بتنظف لي اياها بتعطيني على الدوام بتمرهن لكل عام. هلا شو؟ بتعطيني مرهن بتنظف لي كل شيء وبتشيل لي اياها لهيدي. لا شو بدك تروح عند الاستيتيشيان هلا؟ بدك تروح تحط مصاري؟ ايه بروح. شو فيها؟ ما بدها شيء. انا بفي لك. مرحبا. اهلين عباس. كيفك عدوك؟ مين اجا؟ اهلاك مين؟ دخيلك. تعطيني باوش؟ بحبه كثير هيدا. هيدا بحبه كثير. ابو عبدو لا تحبني ولا حبك فما بقى. مش احبك مش اعطيني باوش. بوس بوس بوسك حي بوسك حي بست روس انت وياه. طلع له حبه. مركب الصح الواوا. هيا واوا شو بقى؟ بوس طلعت له حبه. عندي حبه هون شايف مبينه مبينه شوي. حبي وحدي عندها؟ لك عادي عادي في وحده هون مثل اللمبه طالعه مثل البروجيكتير. ابو عبدو لك العمى بقلبك في متاريس بوجهك كلمه ريس هلا. لك بتعرفي انت وين شارلي؟ انت عندي ابو عبدو شارلي الاستيتيشيان بتعرفي بروح بشرح بركع. رح افقي لك اياها. لا لا خلي ما تعذب بشيء ما بدي اعذبك. انا بفقي لك اياها. انا ما بدي شيء. ما هدي طلع عادل اعطيني مفتاح بدي اطلع الله يوفقك. طلع له مثل بوانوار هيك مثل فقوسه. ايه فقوسي فقوسي هي فقوسي تغيير هيدي بتروحي يخرب بيتك وبقوسه. انت بدك فقوسه؟ انا قعدت عند شارلي الاستيتيشيان هي بتقول لي عم بكون مطهره. شيل تمك وبوزك لهونيك لما بدك تقول سين وشي ما تطلع فيي بتشتي علي دغري. هي عم بتشتي انا ما خاصني شيء. هي عم بتبخبل. هي بتبخبل خلى بين وقت ووقت. ما هو التعس هلا عم بغير. تعس عم بغير؟ التعس عم بغير. ابو عبدو هلا انا بحل لك اياها. عادل اعطيني المفتاح بدي اطلع بدي افوت على الحمام. يلا ثانيه ثانيه عباس. بدي اعمل لك شاي بعمل لك بيبونيز. ما بدي منك شيء. بتاخد شانكليش؟ بعمل لك ساندويتش شانكليش؟ لك شيل وجهك بقى. شو هيدا استاذ؟ شو هيدا؟ ما انا في لك اياها. هيدا مطهر؟ لك اتركه يروح. شو بدك بهالشغله؟ هيدا مطهر مطهر؟ انا مطهر. ايه انت مطهر؟ انا شو؟ مطهر؟ بدك سكوت حاش تحكي؟ انا مطهر. عم نكد. عم تنكد كمان. استاذ هيدي هلا اذا بتعملها بركي مش لازم. شو بدك انت يا ابو عبدو؟ ابو عبدو بدي شيل اياها هو بايده. شو بدك تلحم خزان انت؟ اتركه يروح. بدي افقي له الحبه. بركي وجعتني. خليك يلا هات نشوف. عم تقطف نحل هيك صرت. اتكل على الله. يلا بس ليك رح انت بدك ما تشد. ايه خرجك الله لا يقيمك. قول لي واحد اثنين ثلاثة بس احس بالوضع. يلا عمالك. ايه واحد ايه اثنين يا لطيف ثلاثة. خي شو هيدا؟ شوكي ابو عينيها. ابو عينيها شو صار عندك هيدا؟ شوكي وشو؟ شو هيدا هي العمى؟ لك العمى بقلبك. هي بوينوار هيني يا استاذ. العمى كان كلها معبيه ولا لك اشتي علي؟ معلش طيب بتغسل؟ ما تبقيش ما تبقى بده يبقون ما تبقيش. فقيت له وحده ولا ثلاثة؟ ما تبقيش بقى ولك عرفنا يا زلمي. لك العمى بقلبك انت. ما بدي اشفيه. شو ما عرف لك شو ما عرف؟